بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه في الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. ده بيبقى في النص الاول من حلقتنا، النص الثاني بيكون معانا فقره حواريه. الفقره الحواريه النهارده عن كره السله ايضا. 3 على 3 الحقيقه فيها انجازات حصلت الفترة اللي فاتت، يمكن كان في دوري الأمم، هنعرف إيه هو أكتر مع ضيوفنا. دوري الأمم ده كان بيتلعب تحت سن 23 سنة، كان بيتلعب في صالة الدكتور حسن مصطفى في 6 أكتوبر، وكان عندنا فريق الأنسات تحت 23 سنة بيشارك فيه، هم بيبقوا 4 لاعبات في الفريق. كان في 3 من النادي الأهلي، النهاردة مشرفنا 2 من اللاعبات أو من نجمات الفريق، معانا جنة مصطفى ورضوى محمد، هيكونوا معانا في الفقره الحواريه. نعرف كتير جدا عن البطوله وعن الخطوه الثانيه بعد كده، لان 3 على 3 بطولات كتير وماتشات كتير، وواضح ان شاء الله ان احنا ماشيين فيها كويس جدا جدا جدا. خلينا نرجع لاخبارنا. بكره ان شاء الله الاجتماع التنسيقي لسوبر اليد الافريقي ان شاء الله هيقام يوم الجمعه باذن الله. بكره الاجتماع هيبقى الساعه ونص 7:30، وهيتسلم فيه القائمه النهائيه لكل فريق، كل فريق هيروح بقائمته النهائيه، لان القائمه المبدئيه اتبعتت طبعا اول امبارح خلاص، وكمان كل فريق هيسلم نتيجه مسحه الكشف كورونا، لانه طبعا كل فريق هيعمل مسحه للعيبه وللجهاز وهيسلمها بكره. وبكره الساعه 6:30 يعني قبل الاجتماع الفني بساعه. كان في محاولات كبيره جدا عشان الجمهور يحضر، ولكن طبعا بقت بالفشل، لانه طبعا في تنسيق ما بين الاتحاد الافريقي، والاتحاد الافريقي بياخد اجراءات احترازيه شديده جدا في الموضوع ده. واكبر دليل بطوله كاس الكؤوس اللي شارك فيها اول طبعا او حامل اللقب فقط عشان يقلل عدد الفرق لـ8، فطبعا في اجراءات احترازيه كبيره. فرقتنا هتتمرن بكره ان شاء الله على الصاله، والساعه من الساعه 5 ل 6، ومن الساعه 6 وربع ل 7 7 وربع هيتمرن نادي الزمالك، كل فرقه هتاخد ساعه واحده. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين يوم الجمعه هيحضر 40 فرد فقط من كل نادي، من ضمنهم اعضاء مجلس اداره، عدد قليل جدا عشان دي الاجراءات الاحترازيه. هنروح طبعا لتدعيمات الفريق في هذه المباراه. انخيل هرنانديز اللاعب الكوبي اللي تم تدعيم او تم التعاقد معه يلعب معانا، دي صوره اللاعب طبعا الكوبي، هيلعب مع رجال اليد في كاس السوبر. وصل وانضم الفريق لتدريبات اليد عشان طبعا اكيد بيستعد للمباراه. وقال كابتن رؤوف عبد القادر ان اللاعب وصل امبارح بالليل عشان ينضم لتدريبات الفريق ويستعد معاهم باحسن شكل الماتش المهم اللي جاي. الاهلي زي ما حضراتكم عارفين لسه كسبان ابطال الكؤوس منذ ايام في نتيجه المباراه النهائيه مع وداد سماره المغربي بنتيجه 29-24. خلينا نروح كمان نقول لكم اخبار زياده عن كره اليد. فريق كره اليد دخل معسكر مغلق من امبارح، وطبعا يعني معذورين عن كل شيء، عن الميديا، عن الفيسبوك، عن السوشيال ميديا، كل حاجه، مركزين فقط في المباراه. الماتش هيتلعب يوم الجمعه زي ما قلت لحضراتكم طبعا مع الاهلي، والفائز هيتاهل لبطوله العالم اللي هتقام الشهر اللي جاي في السعوديه. عشان نعرف اكتر من تفاصيل فرقتنا في معسكرها معانا الكابتن طارق محروس المدير الفني. اهلا بيك يا كابتن طارق. كابتن هيثم ازيك وصحتك، وبمس عليك وعلى مشاهدينك الاهلاويه المحترمين. انا عارف طبعا يا كابتن حضرتك خارج من محاضره، كان عندك محاضره بتحاضر وخرجت مخصوص للرد علينا، بنشكرك يا كابتن شكرا جزيلا. هو انا في محاضره واحنا بناخد كل شويه فاصل كده بريك، بس في البريك ده انا رديت عليك عشان انت حبيبي. متشكر يا كابتن طارق، وقلوبنا ودعواتنا وكل حاجه، يعني نتمنى الفوز ليكم يا كابتن. طمنا على الفرقه. والله اول حاجه هطمنك عليها، لسه دلوقتي حالا وصلنا المسحه، والحمد لله المسحه سلبيه. الحمد لله الحمد لله، جاهزين للمباراه دي اول حاجه. احب الحمد لله، ربنا يطمنك يا كابتن، ربنا يطمنك. قناه النادي الاهلي ان الحمد لله المسحه سلبيه، والحمد لله اللعيبه كلها نقدر باذن الله اي حد فيهم يشترك، وباذن الله الحمد لله سليم معافى الحمد لله رب العالمين. خبر جميل ان شاء الله، بدايه جيده يا كابتن. طب الناحيه الفنيه كمان طمنا يا كابتن. والله الناحيه الفنيه احنا من ساعه ما رجعنا عملنا تدريبات وبنعمل دايما محاضرات بصفه مستمره. النهارده كان عندنا تدريب، اول تدريب في صاله الدكتور حسن مصطفى في 6 اكتوبر، وخلصنا التدريب ورجعنا على العشاء، ودلوقتي بدانا فتره محاضرات. والحمد لله ورب العالمين احنا مركزين، والاولاد اللي حصل معاهم بعد عودتهم على طول تكريم ثاني يوم من مجلس اداره الكابتن محمود الخطيب مجلسه الموقر المحترم، ادى دفعه قويه جدا للعيبه ان هم على قلب رجل واحد ان هم هيقاتلوا لاخر نفس، واحنا بنفس الكلام بالنسبه للجهاز.
الحمد لله في تركيز كبير، اللعيبه كلها فاصله الحمد لله عن الميديا عشان المباراه دي، المباراه تعتبر مهمه. بدايه الموسم الحمد لله احنا بدأناه ببطوله افريقيه، بطوله كانت غاليه على النادي الاهلي بقالنا حوالي 3 سنين ونص ما خدناهاش، رجعناها تاني لدولاب النادي الاهلي. عندنا ماتش السوبر برضك ماتش مهم. طب كابتن طارق طمني، يعني هرنانديز اللاعب الكوبي وصل امبارح اتمرن تمرينه او اتنين مع الفرقه يا كابتن؟ احنا اتمرن الصبح معانا تمرينه خفيفه، وبعد الظهر اتمرن معانا بقى التمرينه اللي كلها فيها شغل الملعب والكلام ده، والحمد لله اتمرن كويس وتمرينه كانت مفيده، وهو قاعد معانا طبعا في المحاضرات بصفه مستمره، والولد بصراحه يعني جاي جاهز نفسيا وذهنيا للمباراه، واتفرج هو بيقول انا اتفرجت على الماتشات الخاصه بالنادي الاهلي في بطوله افريقيا قبل ما يجي، وعرف اللعيبه من خلال المباريات وعرف ادائهم، والحمد لله التمرين بالنسبه لنا وجوده في التمرين النهارده كان مطمئن الى حد كبير. يعني عندك تمرين بكره على الصاله يا كابتن؟ عندنا تمرين بكره على الصاله، دي باخر تمرينه، بس عندنا تمرين بكره تمرينه خفيفه كده هتبقى في الاوتيل الصبح، وبعد كده بعديها محاضره، ثم تمرينه الصاله ومحاضره، وبرضك يوم الجمعه قبل المباراه برضك في محاضره. الكلام ده كله احنا عشان بندخل اللعيبه ونخليها تحت ظرف المباراه في اي لقطه تحصل، وربنا يقدرنا باذن الله، ونبقى عند حسن ظن كل جماهير النادي الاهلي، ونسعدهم يوم الجمعه باذن الله، وتبقى دي تاني فرحه لهذا الفريق مع بدايه هذا الموسم. يا رب يا كابتن. كابتن طارق محروس المدير الفني نادي الاهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وقلوبنا ودعواتنا وكل الاهلاويه في ظهرك يا كابتن طارق ان شاء الله. باذن يعني دي كانت اخبار كابتن طارق محروس، كان مهم يبقى معانا عشان نعرف منه كل الاخبار وكل الامور اللي تخص الفرقه. هنروح لكره السله حضراتكم، من لحظات تابعته طبعا فريق كره السله رجال، نجحنا في الفوز في المباراه الثانيه في تصفيات بطوله منطقه القاهره لكره السله، فزنا على طلائع الجيش المحترم، فزنا بنتيجه فرق 3 بونت 64-61، وكان اداء كويس. اطمنا على الفرقه، الفرقه بتلعب ناقصه حوالي 7 لاعبين، ما فيش محترف ولا 4 بتوع المنتخب مش موجودين، زائد 2-3 كمان اصابات، بس منظر مش يعني مريح، الناس كل في حاله من الارتياح عند جمهور النادي الاهلي الحقيقه، لانه اطمن على فرقته. عندنا ماتش يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله الساعه 6، هيكون مع المصريه للاتصالات، فريق محترم برضو واخد ترتيب في الدوري العام، يعني مباراه هتبقى اعداد كويس، بس اللي هيفرق فيها ان لعيبه المنتخب هيبتدوا تمرين من بكره، فممكن يلحقوا. اللاعب الامريكاني شفناه النهارده قاعد، يعني في اللقطه دي هو قاعد في اقصى اليمين، اللاعب المحترف مايكل تومسون كان قاعد موجود في المباراه، اذا ممكن يشارك كمان يوم الاثنين في فتره كبيره. النهارده احنا الاربع عندنا خميس جمعه سبت حد، يعني ممكن نلاقي يوم الاثنين بعض الغيابات مشاركه في هذا اللقاء. وزي ما قلت لحضراتكم انه النادي الاهلي انهى اجراءات تعاقده مع الامريكي تومسون لدعم صفوف كره السله. كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بنادي الاهلي قال ان المحترف الامريكي مايكل تومسون وقع على قوده، دي صوره طبعا توقيع العقود من مكتب كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بشكل رسمي. وزي ما النادي الاهلي عمل موسم عظيم في انتقالات كره القدم، ايضا عمل موسم عظيم في انتقالات الالعاب الاخرى، واكد الكابتن رؤوف ان اللاعب وصل القاهره وانضم للتدريبات الجماعيه، بس طبعا ما كانش جاهز النهارده انه يلعب، لان اكيد انتم عارفين بعد المسافه من الولايات المتحده لهنا اكيد محتاج وقته. وقال كابتن رؤوف ان جه بترشيح من مستر اجوستي، يعني مستر اجوستي المختار تومسون، وده في تلبيه اداره النادي لكل طلبات الفرق الجماعيه ان شاء الله والالعاب الاخرى. خلينا نروح لكره الطائره، منتخب كره الطائره بيلعب دلوقتي في رواندا مع منتخب كينيا في مجموعته. حضراتكم عارفين ان منتخب الكره الطائره سافر على رواندا عشان بقياده طبعا كابتن لقاني محمد اللقاني عشان يخوض بطوله او منافسات بطوله افريقيا. مجموعتنا مين؟ كينيا، المغرب، تنزانيا. دلوقتي بنلعب مع كينيا ان شاء الله، لو الماتش خلص قبل ما البرنامج يخلص هنقول لحضراتكم النتيجه. ماتش كينيا صعب، المنتخب بيضم 5 لعيبه من الاهلي: احمد سعيد، عبد الحليم عبو، عبد الرحمن سعودي، محمد رمضان، محمد سعودي. كل التوفيق لمنتخب الكره الطائره، ويا رب يعوضوا يعني عدم التوفيق اللي حصل مع منتخب السله على نفس الملعب في رواندا. هنروح لتنس الطاوله، عمر عصر يتوج ببطوله افريقيا لتنس الطاوله، بنقول له 1000 مليون مبروك يا عمر، نتيجه يعني الموسم او السنه دي سنه سعيده عليك، 5 اولمبياد، بطل افريقيا. عمر عصر نجم منتخب مصر لتنس الطاوله ولاعب النادي الاهلي حقق المركز الاول ميداليه ذهبيه في بطوله افريقيا لمنافسات الفردي بعد فوزه على النيجيري ارونا. ارونا يعني من احد اعظم اللاعبين في القاره الافريقيه بنتيجه 4-1
والنهائي اتلعب في الكاميرون، او النهائي كانت بتلعب في الكاميرون من 1 ل 7 سبتمبر. وبعد الفوز ده صعد للنهائيات كأس العالم اللي هتلعب الشهر الجاي ان شاء الله. يا عمر كل التوفيق ليك، الحقيقه حاجه جميله جدا 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 من عمر، ونتيجه كويسه. وعمر احنا مطمنا الحمد لله لما كابتن اشرف فتاح كان معانا انه مكمل معانا السنه دي في النادي الاهلي، مش هيرجع اوروبا. خلينا نروح لمريم الهضوبي. مريم الهضوبي اللي كانت ضيفتنا هي واختها كانت معانا من حلقتين ونجحت، يعني طبعا دي صور بكائها ودي حاجه مريم واختها مروه. مريم الهضيبي لعبت النادي الاهلي ونجمه منتخب مصر، فازت بلقب بطوله افريقيا للفردي بعد ما فازت على زميلتها، ويعني مش عايز اقول اكتر من اختها طبعا هنا جوده، بعد ماتش قوي بنتيجه 4-3. وطبعا كانت هنا كانت متفوقه ب 3-1، ولكن استطاعت مريم الهضيبي انها يعني تعمل ريمونتادا وتفوز 4-3. بس احنا يعني الاختين الهضيبي كانوا يستحقوا بشكل كبير ان هم يكونوا في الاولمبياد بالمستوى اللي هم مقدمينه. نتمنى ان شاء الله نشوفهم في الاولمبياد اللي جايه ويكون حققوا حلمهم، لان الحقيقه لما كانوا معانا كانوا نفسهم يشاركوا في الاولمبياد بالوضع اللي هم محققينه بالمستوى ده. المستقبل ليكم، وان شاء الله نشوفكم التوأم الاهلي في الاولمبياد. وطبعا هنا جوده اسرتنا الكبيره ونجمتنا الصاعده، اكيد الثلاثه يستحقوا يكونوا هم الثلاثه، وطبعا دينا مشرف بنت النادي الاهلي الرباعي ده يستحق يكون في الاولمبياد كاملا ان شاء الله القادمه. كابتن محمود الخطيب هنأ تنس طاوله الاهلي بالبطوله الافريقيه. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كان حريص على تهنئه لاعبي ولاعبات تنس الطاوله بالنادي الاهلي بعد فوزهم ببطوله افريقيا لتنس الطاوله اللي اتلعبت في الكاميرون. كابتن محمود الخطيب كان بيقول انه سعيد جدا بالمستوى اللي ظهر عليه لاعبتنا، خصوصا البنات واللي لعبوا النهائي اهلاوي خالص. وقال كابتن محمود الخطيب انه مبسوط جدا بالمجهود الكبير والاداء الكويس اللي اللعيبه عملوه واصرارهم على تحقيق اللقب القاري، واكد ان النهائي ده يدل على قوه القطاع تنس الطاوله في النادي الاهلي، وبيشهد طفره كبيره في الفتره اللي فاتت، وده اللي قلناه لحضراتكم، وظهر جليا في البطوله العربيه، وظهر جليا ايضا في لقائنا معاهم قد ايه اتكلموا وقد ايه اتكلموا عن نتائجهم في تنس الطاوله. وده النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما بيقدم كوادر كبيره جدا لمنتخبات مصر. الجمعه انطلاق بطوله عائله الاهلي الوديه للشطرنج. بطوله عائله الاهلي الوديه للشطرنج هتبدا يوم الجمعه اللي جايه وهتستمر لحد يوم 17 من شهر سبتمبر اللي احنا فيه. البطوله هتتعمل تحت اشراف الاتحاد المصري للشطرنج وبالتعاون مع الاداره التنفيذيه للنادي واللجان العليا بالنادي. الماتشات دي هتتلعب في فرع الشيخ زايد يوم الجمعه الجايه، وبعدين يوم السبت هتكون في فرع مدينه نصر، والختام هيكون في فرع الجزيره يوم 17 سبتمبر. الماتشات هتبتدي من 3 العصر وتقعد لحد 4 ساعات. وبكده نكون خلصنا اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي. نروح للاخبار المحليه. طاقم تونسي لقياده السوبر كره اليد، اللي هيحكم ماتش السوبر حكام تونسيين، دي صورتهم. مسؤولين الاتحاد الافريقي لكره اليد برئاسه البنيني منصور اريمو اعلنوا عن طاقم التحكيم اللي هيدير ماتش الاهلي والزمالك في مباراه كاس السوبر الافريقي وهتلعب يوم الجمعه القادم. طاقم الحكام هيكون تونسي وهيكون مكون من الثنائي سمير مخلوف وسمير كريشان. الاتحاد المصري هو اللي بينظم طبعا المباراه بعد ما اوكل الاتحاد الافريقي تنظيم المباراه الى الاتحاد المصري. وطبعا اكيد نتمنى ان المباراه تخرج بشكل يليق باسم مصر، لان كل افريقيا بل كل العالم هيتفرج على هذه المباراه، ومصر قادره واولادنا قادرين على تصدير صوره جيده كما تعودنا عن كره اليد المصريه. الاكاديميه العربيه بالاسكندريه تستضيف بطوله العالم لشباب الخماسي الحديث. الخماسي الحديث حقيقه عامل طفره كبيره جدا في تنظيم البطولات. الاكاديميه البحريه بالاسكندريه تستضيف بطوله العالم لشباب الخماسي الحديث تحت 17 19 سنه في الفتره من 12 لحد سبتمبر 20 سبتمبر اللي احنا فيه. المؤتمر الصحفي للاعلان على البطوله كان اتعمل من يومين، وحضر الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس شريف العديان رئيس الاتحاد المصري الخماسي الحديث، والبطل الاولمبي احمد الجندي صاحب فضيه الخماسي الحديث في اولمبياد طوكيو، وايه مدني عضو مجلس النواب وبطله مصر السابقه في الخماسي الحديث. عدد المشاركين في البطوله لسه ما تحددش لحد دلوقتي، وكل يوم بيزيد، لان طبعا انتوا عارفين ان مصر اصبحت قبله. وطبعا اكيد الوزير كان حاضر ده المؤتمر الصحفي، اكيد الدكتور اشرف صبحي لا يفوتوا ابدا هذه الاحداث اللي طبعا بيكون مصر طرف فيها، والبطوله دي بتيجي ضمن اجنده البطولات الدوليه اللي مصر بتنجح في تنظيمها واستضافتها بشكل كبير. هنروح لبطوله البريميوم ليج للكاراتيه، ومصر تحصد 15 ميداليه في هذه البطوله. منتخبنا الوطني الاول للكاراتيه عودنا دائما على الفوز وحقق 15 ميداليه في بطوله البريميوم ليج الدوليه، واللي اتعملت في الفتره من 3 لحد 5 سبتمبر اللي احنا فيه. الميداليات جت كالاتي: 5 ذهب، 4 فضه، 6
برونز. البطوله كانت لعبت على الصاله الرئيسيه باستاد القاهره الدولي في حضور الاسباني انطونيو سيبينوس ورئيس الاتحاد الدولي للعبه واللواء ناصر الرزوقي نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الاسيوي والدكتور ابراهيم القناس نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد العربي واتحاد غرب اسيا وبشير الشريف نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اتحاد البحر المتوسط ومحمد الظهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه ونائبه حسام عجور. يعني عايز اقول لكم انه البطوله شارك فيها 247 لاعب ولاعبه بيمثلوا 50 دوله. 1000 مليون مبروك لمصر. هنروح لخبر تاني. وزير الرياضه يستقبل البعثه البارالمبيه بمطار القاهره. الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه استقبل البعثه المصريه اللي شاركت في الالعاب البارالمبيه واللي اتلعبت في العاصمه اليابانيه طوكيو في الفتره من 24 اغسطس لحد 5 سبتمبر اللي احنا فيه. البعثه دي حققت 7 ميداليات وهم 5 فضيات وبرونزيتين. مصر شاركت في الالعاب البارالمبيه ببعثه مكونه 49 لاعب ولاعبه في 8 العاب: رفع الاثقال، السباحه، تنس الطاوله، العاب القوه والريشه، الطائره، كره الجلوس، كره الطائره جلوس، والبارا تايكوندو، وكره الهدف سيدات. 1000 مليون مبروك لأبطالنا البارالمبيين، وأكيد أكيد هيكونوا ضيوفنا في برنامج الأبطال كما عودناكم دائما أبدا. كده تكون انتهت أخبارنا. نطلع لفاصل عشان نستقبل ضيوفنا جنة مصطفى ورضوى محمد، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. في البداية برحب بنجمات كرة السلة في النادي الأهلي ونجمات منتخب مصر 3-3. برحب برضوى محمد في البداية. ازيك يا رضوى؟ ازي حضرتك؟ مبروك. الله يبارك في حضرتك. منورة قناة النادي الأهلي. ربنا يخليك، ده نور حضرتك. طبعا بنرحب بنجمة النادي الأهلي ومنتخب مصر، منتخب مصر 3-3، جنة مصطفى. ازيك يا جنة؟ ازي حضرتك؟ منورة قناة النادي الأهلي. منورك والله. يعني عايز أقول لك إن أنت دخلتي هزرتي مع الناس وخلاص بقيتي فاميليار بالقناة. النهاردة عيد ميلادك. طيبة، وأكيد طبعا دي حاجة كويسة جدا إن إيه إن يبقى عيد ميلادي وسط طبعا. أيوة. ده انا يعني مخصوص جاي عشان النهارده. ربنا يخليكي طيبه تنورينا ومتشكره على يعني المجامله الجميله دي. خلينا نتكلم عن البطوله 3-3. يعني ابتدي معاك يا رضوى، احنا احكي للناس ايه البطوله دي وايه التصفيات دي ومودياني على فين. دي كانت ستوب من كذا ستوب عشان نتاهل يعني كاس عالم وكده. كانت دي ستوب، دي كانت عندنا، كان فيها 4 فرق مشاركه. كان احنا والجزائر ونيجيريا ومنغوليا. تمام. بس في الاخر اتصافت علينا احنا ومنغوليا عشان الجزائر اعتذرت ونيجيريا كورونا. كورونا. بس ففي الاخر بس منغوليا جامدين في 3-3. لا كويسين قوي. سادس على العالم. ولسه جايين من الاولمبيكس. وكسبتوهم. طب ده حاجه كويسه جدا. انا بقول لك بس ما كانتش يعني سهله خالص ما كانتش سهله خالص. كنت انا عارف، انا بقول لك صعبين. فيهم واحده هي رانكت في الاولمبيكس، يعني هي واخده رانك كويس قوي في الاولمبيكس. فكانت صعبه قوي، يعني هي شوتر قوي ما شاء الله يعني. وعايز اقول لك ان هو كمان منتخب 21 اتصعد باين. ولاد بنات لا بلا ما تصعبش صعبه شويه. لعب البطوله. طب خليني اقول لكم انه يعني برضو رضوى يمكن المباراه دي احنا مسافرين رومانيا الاسبوع الجاي ان شاء الله. يوم ايه؟ يوم 16. يوم 16 9 ان شاء الله. هتعملوا مسح قبليها او حاجه وفي معسكر ولا لا؟ في كذا مسح، في مسح ومعسكر. انتوا جايين من المعسكر؟ وهتعملوا مسح قبل السفر؟ وهتروحوا على رومانيا ان شاء الله. بقى مفيش بقى رحمه، كاس عالم بقى واديله. هيبقى جامد قوي قوي. في فرق جامده. طب اللي عملوه الولاد الشباب يعني خدوا رابع عالم، فتح نفسكم ان انتوا تعملوا طبعا قوي طبعا. ما شاء الله ادانا يعني موتيفيشن كده ان لا نبتدي احنا كمان. لازم اما نروح ما نبقاش لازم نعمل حاجه، يعني لازم نعلم زي الناس يعني. لازم بقينا هي اول مره تتلعب واول مره يبقى في 3 اون 3 اندر 23. فهي دي حاجه بالنسبه لنا اللي هو احنا عايزين برضو اما نروح فور فيرست تايم يكون لا احنا يعني مصر موجوده. يعني هو لا احنا يعني موجودين، يعني نعمل ريكورد حلو يعني كفيرست تايم. هي حاجه كويسه بس احنا عايزين نعمل ريكورد يعني. طب خلينا نشوف التقرير اللي عملناه ده عن البطوله واللي انتوا الانجاز اللي عملتوه ونرجع لكم تاني اعزائي المشاهدين. عملنا تقرير عن البطوله واللي حصل فيها، نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني. نجح المنتخب الوطني لأنسات كرة السلة 3-3 في تحقيق إنجاز كبير بعد التتويج بالجولة الخامسة من التصفيات الأفرو أسيوية تحت 23 سنة في البطولة التي أقيمت على مجمع صلاة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر نهاية أغسطس المنقضي. واستطاعت لاعبات الفراعنة الصعود لدور الأمم العالمي المقرر إقامته بالعاصمة الرومانية بوخارست منتصف هذا الشهر،
وشارك في البطولة منتخب منغوليا وهو أحد أقوى المنتخبات العالمية، وكان من المقرر أن يشارك منتخب نيجيريا والجزائر من إفريقيا قبل أن ينسحبا في اللحظات الأخيرة، ويتم تصعيد منتخب مصر تحت 21 سنة ليكتمل عدد الفرق المشاركة بالبطولة. وأظهرت لاعبات مصر مهارات رائعة وقدرات خاصة خلال البطولة، تلقينا عليها إشادة كبيرة من جميع المشاركين والمتابعين للبطولة. ومثل المنتخب المصري في البطولة الثلاثي الأهلاوي نادين سلعاوي، جنة مصطفى، ورضوى محمد، إضافة إلى أسرار ماجد نجمة نادي سبورتينج، ورضوى سالم لاعبة نادي الجزيرة، وأخيرا إنجي صلاح لاعبة نادي سموحة، وذلك تحت القيادة الفنية للكابتن أيمن ناجي المدير الفني للفريق. وتألقت لاعبات المارد الأحمر وأسهمنا في حصد منتخبنا الوطني لتذكرة الصعود للبطولة المونديالية، وظهور بشكل مشرف وأداء رائع أظهر قدرتهن على منافسة المنتخبات العالمية. زي ما حضراتكم شايفين اكيد النادي الاهلي يعني بيقدم كوادر في كل مجال، زي ما حضراتكم شفتوا في تنس الطاوله من شويه، باسكت شباب 3 على 3، باسكت ولاد، يعني النادي الاهلي قلعه رياضيه كبيره. خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا مع نجمات كره السله، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع طبعا نجمات كره السله في النادي الاهلي واللي شاركوا في 3 على 3 وتاهلوا لكاس العالم في رومانيا الاسبوع القادم، رضوى محمد وجنه مصطفى. رضوى يمكن اجيلك، كنا بنتكلم عن الضرب في الماتش وايه اللي حصل؟ كانت معركه بصراحه، هي كانت معركه. احنا نازلين نلعب في بلاي عادي، فاحنا بنلعب فجاه لقينا لا كواع وضرب وشنكله وكل حاجه والحكام مش بيصفروا. قلنا خلاص بقى لو هي هتمشي كده فيلا بينا يلا بينا بقى. بس اصل احنا ما عملناش كده احنا كنا هنخسر بالظبط. بس فاحنا لو هي هتمشي كده هم يكسبوا، فلا احنا كنا مثلا نكسب ماتش نخسر ماتش وهكذا، فلا هو ما ينفعش. نفس الكلام اللي قالوه الولاد راحوا رابع عالم. ما الصراحه الموضوع لا اول ماتش الله مش تقولوا لنا الكلام ده. احنا اول ماتش والله اتفاجئنا، يعني لقينا ضرب وكوع واصلا كنا طالعين بقى مزرقين وخلاص كوع وكل حاجه، فلو لا هتبقى كده طب يلا بينا تعالوا بقى. اصل لا لو ده ملعبنا ولا ايه؟ ده ملعبنا ما ينفعش. انت عملت ايه يا جنة برضو نفس الكلام؟ يعني بقى تأجيته في ملعبي. دي لقطات من الماتش ايه؟ في ملعبي بقى. دي لقطات ماتش ايه؟ ده ان يوم انا مش عارف. دي منغوليا؟ منغوليا. لعبتوها كام ماتش؟ ماتش واحد؟ كل يوم كل يوم لعبنا مرتين. كتير ها؟ جدا. لان اتحفظتهم خلاص. وكل يوم كان لازم كان في لا بس احنا كنا سته فكل يوم بيبقى فيه أربعة من الستة. فلعبت كم ماتش انت من الستة؟ لعبت واحد يوم يعني يوم فلعبت ماتش. لعبت 3 أيام. 3 أيام يعني انت ضربت اكتر. مش لعبت اكتر، ضربت اكتر. طب قولي لي يعني اصعب ماتش فيهم كان ايه؟ هم كلهم كانوا صعبين لان انت يعني انت كل يوم بنكسب ماتش ونخسر ماتش. يعني انت بقى هتيجي في اي ماتش في الاخر هو كل يوم بيتحسب كروسات ونلعب فاينل. فاحنا كروسات وبنوصل احنا الاثنين للفاينل. فمثلا احنا نكسب في كروس نخسر في الفاينل، هم يكسبوا في الفاينل احنا نكسب يعني فضلت المنافسه لاخر ماتشين. احنا اصلا اتاخدت لازم نكسب سكور افريج لان احنا في يوم كسبنا ماتشين فبقينا احنا كسبين ماتش، لكن فاينلز احنا 3-3. يا خبر ابيض، ده الموضوع كان يعني كان فاندب كان الماتشات احنا كسبنا بس في يوم الـ 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 في التصفيات والفاينل. طب قولي لي انت شفتوا انتوا رايحين كاس عالم اكيد دي كانت اسيا وافريقيا صح؟ ومعانا يعني ما فيش هو اسيا وافريقيا، شفتوا الستوب اللي زي ده في 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 المناطق الثانيه ولا اتفرجتوا عليه ولا ما اتفرجناش؟ بس هايلايتس يعني اتفرجنا على هايلايتس بس انا عارف انها بتتذاع على اليوتيوب. هايلايتس اتفرجنا على هايلايتس بس لما ماتشات كامله ما فيش. لا ما اتفرجناش اكيد ممكن الجهاز الفني يحاول. انتوا الجهاز الفني لازم نقوله مين معاكم؟ معانا كابتن ايمن ناجي. ايمن ناجي طبعا ومعاه اسكندريه والولاد معاهم كابتن احمد فوزي. احمد فوزي طبعا نجم نادي الزمالك السابق طبعا. طبعا. خلي بالك احمد فوزي من اللعيبه المحترمه جدا ومؤدبه جدا جدا، ولد جنتل. لا هم جمال قوي. احمد فوزي جميل. وخليني اقول لكم انه 3 على 3 برضه ما ننكرش دور كابتن رحاب الغنام لان هي طبعًا. الحقيقه هي اكبر دور. هي اصلا لولا كابتن رحاب ما كانتش البطوله هتبقى كده. لا ما كانش هتطلع كده ولا بالشكل ده، ولا هنبقى احنا عايزين نكسب قوي عشانها. يعني احنا بجد كنا بنعمل كل حاجه صراحه.
على اعلى اعلى مستوى على كمان فرقتين، ان اصلا 3 اون 3 تمشي على فرقتين او ثلاثه لا ده صعب جدا. 3 اون 3 كمان توصل للليفل ده، هو بجد كابتن رحاب هي اللي وصلت 3 اون 3 للليفل ده. يعني زمان كنا ما فيش كده خالص ولا معسكرات ولا اي حاجه من الحاجات دي. لان انا شايف 3 على 3 ممكن نعمل فيها انجاز حتى عالمي. يعني لو اشتغلنا لو اهتمينا بيها لو اهتمينا بيها سهل ان احنا نعمل انجاز عالمي. عشان ايه اصلا؟ لان هو 10 دقايق فيتخطف يعني. مش جيم هي 10 مينتس ليه منتال اكتر. 10 مينتس ممكن تتخطف ان شاء الله لو انتوا لعيبه جامده قوي. هو انا وانت قدام بعض، ما احنا في 5-5 طلعنا على تونس في بطوله افريقيا 20 بوينت وتونس كسبت. لو كان الماتش 10 دقايق كنا كسبنا. ايوه كده جدا. فهي بس 3 اون 3 انا وانت بقى خلاص. فبتبقى الضرب بقى يا باشا. بص ما تقوليش هتعدي مني هجيبك عادي هو ارجع تاني دي بقى البقاله الاقوى. طب الحكام ما قالولكوش كده بالماتش؟ يعني قالولكم مثلا؟ انا كنت عارفه شويه يعني، كنت زمان سمعت ولعبت كذا مره كنت عارفه ان 3 اون 3 بس برده في مصر غير بره. يعني بره لقينا لا الدنيا. وبعدين اوريدي اصلا لما بتلعب افريقيا او كده بيبقى الموضوع في ضرب شويه عن هنا. لا هي 3 اون 3 كنت سمعت بس لقيتها بقى معديه. شفت بقى بعيني بحد معديه بقى كل ده. يعني احنا اول يوم بصينا لبعض كده طب جماعه يلا بقى عشان نلعب. ايوه والله يا جماعه يلا بينا نلعب ده مش هينفع. صحيح. طب خلينا نطلع لفاصل واعرف منكم مزيد طبعا عن البطوله وثلاثه على ثلاثه ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. رضوى يمكن عايزين نعرف الناس ايه الاجنده اللي جاي لكم ايه؟ يعني انتوا عندكم رومانيا ستوب جديده وبعد كده راجعين ايه؟ واحكي لنا. هي ستوب عشان رانكينج كده بس برضو كاس عالم. بعد كده ان شاء الله هيبقى عندنا افريقيا في منغوليا. مش عارفه الديت بالظبط امتى. بطوله افريقيا في منغوليا 3 اون 3 برضو افريقيا بس في منغوليا. طب ازاي؟ ازاي ايه؟ يعني ازاي منغوليا يعني؟ منغوليا اسيويه؟ لا مش منغوليا. ممكن اكيد دوله افريقيه. دوله افريقيه بس مش منغوليا. المهم يعني عندنا بطوله افريقيا هتبقى في افريقيا. في افريقيا. وبعد كده ان شاء الله ربنا كرمنا فيها كاس عالم. كاس عالم. وكاس عالم ده امتى المفروض؟ لا مش عارفه المواعيد. مش عارفه دي بالظبط بس ان شاء الله عندنا افريقيا وعندنا كاس عالم. طب قولي لي يعني يمكن انتوا رايحين رومانيا عارفين مين كام فرقه تشارك؟ اي ثينك 6 أو 7. ستة. كنا لسه شايفين النهارده 6. كام؟ ايه هم؟ فرنسا رومانيا ليتوانيا ومنغوليا معانا. وفي فرقتين ثلاثه كمان طبعا ايجيبت ادي اربعه والتشيك. تشيك تمام. رومانيا البلد المضيفه من داخل. طب يبقى كده 6. طب انتوا عارفين مين اقوى حد او مين الدنيا؟ فرنسا اكيد. يعني انا مش عارفه مش بس لازم اكيد. هو مش لازم بس انا عايز اقول لك ممكن تلاقي فرنسا اضعف من فرقه بتاعنا. لا لا ممكن تلاقي بجد فرنسا اضعف فرقه مش هزار. ليه؟ لانه 3-3 زي ما انتوا قلتوا مش ومش شرط يكونوا باعتين البيرفكت. بالظبط بالظبط مش لازم لان هم مش يعني شفنا حتى في فريق الشباب الاولاد اللي وصل استونيا فاينال بيلاروسيا فرق هي اصلا هي ماشيه ستريت على طول. ما فيهاش بقى باسكت ورولز هي ستريت بول على صح طول. وهي ودي حلاوتها ده كده كده. وخلي بالك فن قوي. يعني خلي بالك برضو يعني مش كل الناس تقدر تلعب السيستم السريع ده طبعا. لا مش هي عايزه فيتنس كويس قوي وعايز حد الرياكشنز بتاعته سريعه لان انت وانس بتحط بتسكور هما بياخدوا كوره يحطوا. يعني انت ممكن في ساعتها تتلم تشوط. لا فانت عشان كده في لعيبه 5-5 وفي لعيبه 3-3. صعب تجمع الاثنين. لا يعني في ناس تعرف تلعب هنا بس مش كل هقول لك يمكن 5 اون 5 الناس سهل ان كله يلعبها لان انت عايز ناس رياكشنها سريع وعايز ناس رياكشنها بطيء عايز ناس تقيله عايز ناس خفيفه. 3 اون 3 مختلفه شويه مش كل الناس بتعرف تلعبها. عايز حد خفيف وبيجري بسرعه ورياكشنه بسرعه اللي هو يلا ها 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 والجامب قوه يعني ممكن يكون كويس قوي في 5-5 ما يعرفش خالص. اسالكوا سؤال يعني هي امتع ولا 5-5؟ 3 اون 3 بالنسبه لي. 3 اون 3 بالنسبه لنا. انا انتوا جايبينكم صدمتني. فري فري وملعب مفتوح كده. انا بلعب براحتي. أيوة. مش يعني ولا تايم يعني براحتي. انا عايزه حاجه سريعه ومعايا اتنين بس في الملعب فالملعب واسع وخلاص. انا براحتي. تقدر تشو التالنت بتاعك يعني طول ما الملعب مفتوح حتى لو نص الملعب اسهل انت هتقدر تخش وتلف وتروح. ايه ده الموضوع حلو وسهل بتطلع مهارات. ايوه اللي هو انت ممكن تعمل موفز حلوه قوي وباصي كده وتجري من هنا فحد يجري العكس ففي سبيس. طيب بين قوسين كده خليكوا فاكرين كلامي ده انتوا هتعملوا تيك اويز. عارفه ليه؟ عشان بتلعبوا اللي بتحبوه. يا رب والله. لا يعني فاهمه يعني عشان بتنزلوا حابين تلعبوا. يا رب دعواتكم معانا. لا ان شاء الله هنبقى معاكم وهنعمل لكم بقى مداخلات وبتاع بس انتوا ايه يعني يا رب ما يبقاش في تعارض بين حلقتنا وبين ماتشاتكم. لا ان شاء الله. طيب خليني اقول 3-3 لما رجعتوا لقيتوا على 5-5 حسيتوا بايه ده؟ هو في ايه يا جماعه ولا الكوره مختلفه؟ الكوره 3 اون 3 اكبر واتقل اوت دور.
واوت دور. اه يعني هي كان واخدين اكسكيوز يعني في اكسكيوز شويه ان احنا نلعب هنا في صاله بس هي عموما هي لازم اوت دور. اوت دور هاف كورت والكورت مختلف مش هاف حتى هو ربع. الكوره بقى اكبر ولاد وبنات بنلعب بنفس الكوره هي ولا 6 ولا 7 هي ان بتوين حاجه في النص. واتقل يعني هي الكوره نفسها اتقل ما باين شكلها أيوة كده سنه ما فاتتكيش في 5 على 5 بتفيدنا طبعا انت طول ما هي الكوره اتقل فبتعلي الكيرف بتاعك فبتيجي بتشوط بالخفيفه فبتبقى اسهل لك عشان كده اول ولا بتعدي الناحيه الثانيه ساعات لما رحنا النادي ايربول صح الكوره مش عارف امسكها اول كده بتطير الكوره وبعدين تلاقي خلاص تلاقي كابتن هاشم قال لكم ايه ده مفيش تحتها تاني يا اما تلعبوا بنفس الكوره لا لا والله خالص لا هو كان متقبل عادي يعني اول تمرين كده خلاص احنا اصلا يعني هو عارف بس ان هي السنس بتاع الكوره مختلف فبيبقى طب الموفمنت في الملعب الموفمنت التحركات الحاجات دي مختلفه طبعا ما كده كده يعني احنا 3 5 اون 5 انت بن روتيت كل واحد بيروح مكان السبوت الفاضي لكن 3 اون 3 انت عندك ال 5 سبوتس فاضيين مش 5 بقى هم 10 سبوتس صح فانت عندك ال 10 سبوتس فاضيين انت في ال 5 اون 5 انت عندك 2 سبوت لكل بوزيشن صحيح فانت الدنيا ضيقه وبعدين ريد اند رياكت بقى فاحنا خلاص بقينا عارفين ان ممكن تروح في الستوب دي ممكن تروح في الستوب دي فتبقى عندك كل سبوتس دي عندك صح واكيد الرياكشن بتاعك هيبقى احسن 5 على 5 اكيد يعني اكيد يعني طب خليني اقول انتوا سفركم يوم الاربعاء يوم الاربعاء فجر البطوله امتى 17 الاربعاء ده اللي هو موافق كام الاربعاء النهارده 16 يعني انتوا تاني يوم على طول البطوله ان شاء الله هتعملوا مسحه هنا ولا هناك هنا وهنا وهناك احنا عندنا واحده بكره واحدة قبل ما نسافر على طول وواحدة هناك على طول اول ما نوصل الساعه 8 طب مخلين بالكم من نفسكم والكلام ده عشان ما تخسرش اي حد يعني شفتوا يعني بتهيألي الحمد لله يعني اتعودنا خلاص عارفين ان احنا طالما احنا عايزين حاجه ونعملها فلازم نمشي صح لان نكملها لله طب انتوا بتمرنوا فين دلوقتي المعسكر ده بنتمرن في صاله الشباب والرياضه في اكتوبر 6 اكتوبر هنا ده المعسكر ده وقبل كده كنا بنتمرن في حسن مصطفى وبنلعب فيها حسن مصطفى دلوقتي عشان ماتش اليد فطبعا الدنيا هناك الدنيا مقفوله طبعا طب خلينا نتكلم عن النادي الاهلي نرجع للنادي الاهلي تاني انتوا لما رجعتوا التمرين كابتن علي هاشم كان بيشتكي مر الشكوى ان معاه 3 لعيبه مفيش عدد بين 4 بين 5 بين 6 واللي هو احنا اصلا رحنا لهم تمرينتين ومشينا بالظبط ما عرفناش نكمل تعشمتونا ومشيتوا ما كنتوش بيصرخ جامد صحيح الراجل بيصرخ جامد على بالي ما بيش مرن نص ملعب بس عشان الفرق منتخبات كلنا في منتخبات فهو دايما ده بيحصل لنا يعني انتوا زعلانين ولا يعني دي حاجه مزعلاكم ولا انتوا مبسوطين انتوا مع منتخب مصر وبتروحوا مبسوطين طبعا بس طالما برضو انا النادي حاجه بالنسبه لنا كبيره قوي بس طالما احنا عارفين ان كل واحد مش بيقصر وبيتمرن عارف ان احنا هنرجع النادي ما عندناش وقت فهنلم بعض بسرعه قوي ومحدش فينا ريح فخلاص كل واحد يعني كل واحد وي ار بروفيشنال فكل واحد بيشتغل على نفسه يعني انا لو هرجع جاهزه هتلاقيني جاهزه هرجع جاهزه وان شاء الله احنا بقى يعني هيبقى ناقص بس الكونكشن فيا دوبك نرجع نعمل كونكشن واحنا جاهزين بس رادو لازم تخلي بالك من الحته لازم تخلي بالكم ان شاء الله يا رب يحميكم من الاصابات من الاصابات ليه بص وطبعا كل حاجه بيد الله سبحانه وتعالى ولكن الاسترتشات كويس تسخين ورم اب النوم كويس بدري لان الحاجات دي كلها ممكن انتوا عندكم ضغط ومباريات فلازم تحط ضغط برضه لا 3 3 كذا ماتش في يوم يعني ممكن نلعب 6 ماتشات في اليوم بتتكرر وحتى الولاد كانوا بيلعبوا ماتشين في اليوم فالموضوع مجهد فانتوا لو مش واخدين راحتكم وقسط كويس من الراحه والاكل فلازم تخلي بالكم الفتره اللي جايه عشان ترجعوا النادي الاهلي ما نلاقيش لا ان شاء الله ان شاء الله هنبقى راجعين ان شاء الله وفينا رجلينا ان شاء الله طب كابتن رحابه تسافر معاكم رومانيا ولا لا مش عارفه مش اكيد مش اكيد بيبقى لا ما اعتقدش والولاد مسافرين معاكم كابتن احمد فوزي وفريد ومسافرين معاكم هو يوسف المعداوي بس اللي اتصاب ويا رب يتمنى له الشفاء بس هو اللي مش هيروح معاهم هو اللي مش هيروح معاهم طب خلينا نتكلم عن التحكيم هل الحكام اللي بيحكموا المباريات دي انا بس بنعرف الناس اكتر بتاعه 3 حكام 5 على 5 برضه وكان فيهم كمان ساره لسه جايه من الاولمبيكس كانت حكم 3 اون 3 في الاولمبيكس فجت من الاولمبيكس على عندنا على طول يعني حكام وحتى هم كلهم احنا عارفين يعني احنا بنبقى عارفين برضه الحكام الدوليين شويه بتوع افريقيا وكده فلا هم حكام بس بقى طبعا هم بيبقوا عارفين الرولز بتاعت 3 اون 3 مختلفه رولز 3 اون 3 كلها مختلفه عن 5 اون 5 حاجات كتير قوي طب جالنا ليه انتوا احنا قلنا الاسامي في التقرير انتوا 6 ليه عشان هو اصلا ال 3 اون 3 ممكن نبقى 6 ويتسجل في الماتش 4 او في اليوم 4 يعني بس البطوله دي لا البطوله هو اصلا 3 اون 3 المفروض ان هم 4 طبيعي ان هم 4 كل حته بيسافروا 4 البطوله دي بقى كانت بيسافروا 4 ان احنا مش هنغير خلاص ناخد 4 وخلاص بس هو اصلا ممكن نبقى 6 وممكن في يوم تغير وتدخل حد تاني من السته يعني انت ممكن تسجل 6 يعني انتوا هتسافروا رضوى السته لا هنسافر 4 طيب هو يبقى كده بس دي ما عشان بقول دي كانت رول جديده ان هم ممكن يسجل 6 عشان في مصر فهنسجل طب الفرق الثانيه من غير كانوا 6
كانوا ست، كانوا غريبة. ما هي بالظبط ده اللي بقوله لحضرتك. طب ازاي يا جماعه دي؟ هي بس هي في يوم كده. اربعه، انت ممكن في يوم ليك اربعه وعموما ليك سته. أيوة ما اختلفناش، ما اختلفناش، ما افرض حد اتصاب من الاربعه. ايوه بس طب ما هو منتخب الشباب راح اربعه، انتوا مسافرين اربعه، مسافرين اربعه عشان بنروح بالظبط. ما هي عشان كده كترول، لان يعني يعني احنا عندنا اوبشن نروح بسته ممكن. مش عارف احنا محتاجين نتاكد من دي. انت لما تروح هتعرفي اجابته لما تروح. يعني قصدي اقول ان هو انا اي ثينك عندنا الاوبشن. يعني الولاد راحوا اربعه، وحتى شفت فرقه استونيا والفرقه اللي احنا لعبناها الثانيه كل اربعه، بس انت بيبقوا الاثنين التانيين ممكن يكون اوت، فعشان كده ما شفناهمش. فاحنا بنروح بالمينيمم اللي هو اربعه. بس هو ممكن ناس بس طبعا هو الناس كلها بتاخد اربعه، لان خلاص انت الاربعه اللي خدوا على الجيمز بيفضلوا بقى، لان صعب تبدلهم. بس لو لا قدر الله حد حصل له حاجه صعب قوي انك يعني ممكن هي نلعب تايم اتنين؟ قليل. لو اثنين اتصابوا ينفع نلعب اثنين؟ اي دونت ثينك سو. لا لا بيتلغي، بيتلغي، بيتلغي. اقل حاجه ثلاثه. ممكن اللي بره يبقى مصاب. طب التغيير بتغيره ازاي بره؟ معرفش كل ستوب، كل ستوب او كل ستوب. مين اللي بيطلب التغيير؟ احنا الكوتش بيبقى خلاص يعني دوره من اول ما الجيم ستارت خلاص. لا هو ما ينفعش حتى يتكلم، لو اتكلم بيقول في نقطه عليك، تكنيكال فاول عليك. بس هو احنا بدل مع بعض كل ستوب على حسب نتفق. بنقول بيختار ليدر فيكم الكوتش يعني؟ في الاولاد اختار ليدر. مين الليدر عندكم دلوقتي؟ كان ساعتها نادين سلعاوي، ودلوقتي رضوى سالم. رضوى سالم يعني يعتبر اكبر. طب هي نادين مش مسافره معاكم؟ عشان نادين واسرار رايحين مع الفايف اند فايف، واحنا الاربعه رايحين التري اون. طب بطوله افريقيا للخمسه على خمسه امتى؟ في شهر 9 نفس اليوم 16. يعني هم مسافرين 16 وهي لا هي 16، هم هيسافروا ان شاء الله خلاص الاسبوع الجاي الكاميرون. بس عندهم علقه الكاميرون دي مشوار بالطيران. لا وهي يعني كمان افريقيا، واصلا افريقيا برضه صعبه قوي. لا ربنا معاهم. بس انا بحب افريقيا والسفر افريقيا. بس خلينا اعزائي المشاهدين نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا عن كره السله، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. رضوى جيلك يمكن يعني كان في تيم ليدرز في الفريق، يبقى انتوا الاربعه اللي مسافرين شود بي يكون مين، او مين المفروض هيكون هو ليدر الفريق؟ لو الاربعه الجايين هتبقى رضوى سالم. عشان هي اكبرنا وكده، وهي بيبقى هي اللي بتقول مين اللي يغير وبتقول لكم نلعب ايه، ولا بنبقى متفقين مع بعض أبتفقين. يعني عشان هي بس كابتن الفريق كده، بس احنا متفقين مع بعض. يعني مثلا خلاص اللي ماشي معاها هو ممكن يكمل. خلاص احنا كسبانين، خلاص ممكن نبدل بروتيشن. طب حد مش قادر نبدل وهكذا. دي ميزه التلاته على الفريق. دي احلى حاجه براحتنا. خلاص ماشيه مثلا مع جنه، خلاص جنه خليك في الملعب، رضوى خليكي بره. جنة تعبت خلاص نبدل وهكذا. هم اللي اخترعوا اللعبه دي. قال لك انت متضايق من المدرب هشيل لك المدرب. انت متضايق ان حد ولا بيقول له غير انت، يعني متخيله؟ غير ونلعب وناخد تايم اوت كل حاجه. عارفه الريسبونسابيلتي ان انت تبقى مسؤول عن نفسك. بنقف مع بعض نعمل خطه سوا لوحدنا في الفري براحتك، واعمل اللي انت عاوزه، اغلط. لا لا جامده صحيح. يعني هي حلاوتها ان انت ما فيش اي بريشر من اي نوع من اي اتجاه خالص. وخلي بالك فيها جمهور، يعني الولاد كان عندهم جمهور جامد قوي. جمهور جامد قوي بتبقى مدربات اي. لا بالنسبه لي انا نادي الاهلي اصلا هو جمهوره لا ده كفايه. لا 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 في حاجه ثانيه بيخلي، والله العظيم انا اصلا قبل ما يجي كمان النادي الاهلي واتفرجت، لا بيخلي ان انا لازم اكسب. انا مش همشي دول كلهم زعلانين، مش هقدر. لا لا كانوا في حته ثانيه بجد ما شاء الله. خلي بالك انت مسافره كمان بوخارست، بلد جميله، مدينه حلوه جدا، انتوا هتتبسطوا فيها جدا. لان بوخارست اصلا من الدول القديمه في اوروبا. يعني اوروبا القديمه بتبقى فيها اماكن وبتبقى ليها روح تانية. خدي صوره ليكي في المباراه. انت دي صوره بقى فاني شويه، صوره اهلي دي بقى، صوره اهلي فاني وكده وبتاع وشغل جامد جدا. وخلي بالك برضو يعني بيبقى حلو قوي ان انت يعني ايوه مع بعض بننبسط قوي بقى. والله مش قصدنا ان احنا نبقى متصورين صوره اهلي، بس اللي هو يا جماعه ميموريز. يعني هي جت لوحدها، جت لوحدها. انت كنت بتقولي هنا يا رضوى؟ هنا كنا بنلعب فاينل وكنا عايزين لازم نكسب. فلا كنت قاعده بشجعهم بره، فحد مش فاكره مين جاب 3 بوينت. فروحت قايمه بقى، كنت مبسوطه قوي اللي هو 3 بوينت وبتاع، كملوا وبتاع. لا الروح حلوه والدنيا جميله. دي منغوليا صح؟ ده كان بتهيألي، ده مكان ده بتهيألي، دي كان كعبله. دي حاجه كده على فوق يعني، حاجه على ماشي كده يعني. الصوره اللي فاتت ودي طبعا جنه طبعا، وصورها بقى مع الكاس، وانتوا عارفين جنه يعني. هاتوا لنا الصوره دي تاني يا جماعه، لازم يبقى في بوزات في الصور وشغل جامد جدا. طب بص بقى، لا مش عايزك تركزي يا جماعه من فضلك، بعد كده ما تركزيش. بص انا ورضا بقى احنا بنقول لها شدي عليهم ساعتها، كنت بقول لها شدي بقى اضربي عليهم. ده احنا بداوا يقربوا مثلا. رضا حاطط تيشيرت لرضوى اضربي بقى. رياكشنات كويسه والصور حتى حلوه، والحكام حكام افارقه كمان ورا اهو كمان. يعني كان في اثنين افريقيين واثنين مصريين صح؟ كان ساره وكريم سلعاوي واثنين بقى افريقيين، ولا وواحده كمان مصري.
طب هسألكوا سؤال، الفرق الثانيه مثلا منغوليا، كابتن ايمن ناجي في الصوره اللي فاتت دي كان قاعد على رجله. طيب خلينا نقول مثلا اهو باين في الصوره في الكورنر، انا بجيبه على طول. لا كابتن ايمن كان بص واقف طبعا مش على بعض. طيب خلينا اسألكوا سؤال، الفرق الثانيه في لعيبه زيكم لعيبه 5 على 5 بيلعبوا؟ مش عارف، مش عارفين بس طبعا. هي فيهم يعني مثلا احنا قابلنا منغوليا فيهم واحده هم جايين من الاولمبيكس اولا وهم رانك 6 على العالم، فيهم واحده هي رانك في الاولمبيكس ما شاء الله. كاس بقى بقى يجيبوها بقى شيلوا الصوره الثانيه الوحشه، هاتوا لنا بقى الصوره الثانيه بقى مع التركيز وفي الخناقه الصوره اللي كانت في الخناقه. فهم جنة في الملعب غير بره الملعب، خلينا متفقين هو ده الكلام لازم يكون كده. طب قولي لي انت قلتي لي ان هم كانوا جايين من المنغوليا. البنت اللي هي دي رقم 6 بجد دي ما بتضيعش شوطه وهم ما بيلعبوش غير عليها وبيعملوا لها تاكتكس مخصوصه. انا بنطلع في وشها بنعمل فاول، بتقع وبتجيبها وتاخد الومر تجيبه. فكان الموضوع صعب. هي رانج عاليه قوي قوي وبجد هتلاقي حتى الهايلايتس كتيره قوي بتاعتها على الفيبا 3-3 ان هي شوتر قوي ما شاء الله. طب رضوى قولي لي يعني احنا مع النادي الاهلي عندنا السنه دي في ماتشات، يعني عندنا السوبر المرتبط ان شاء الله والسوبر احتمال كبير قوي يبقى في افريقيا. لعبت افريقيا اللي فاتت؟ لعبت افريقيا اول سنه لعبتيها اللي احنا خدنا فيها خدنا ثالث لعبتيها وحابه تلعبيها تاني؟ جدا ونفسي اكسبها عشان هتبقى مع النادي الاهلي او هتبقى مع ناديه فدي بتخلينا في حته ثانيه وتطلع منها اصلا بتبقى لا هو انا كده ان شاء الله كل حاجه بقى في السيزون بتاعتنا فبتبقى حلو قوي. لا وبالذات مع النادي حتى يعني المنتخب كده عشان مصر وكده وكل حاجه بس مع النادي مختلفه تماما تماما. خلي بالك رضوى بص بقى لها 4 سنين غيرناها لسه بسألها والله شوفي انت لسه بتقولي دلوقتي انا لسه بسألها بقول لك انت ما شاء الله يبان عليك ان انت متربيه في النادي الاهلي لسه بص انت على طول اول سنه هي من كتر كمان ما عارفه قد ايه افريقيا مع الاهلي مختلفه هي ايه ده انتوا انا كمان عايزه اكسب ايوه عايزه خديني معاكم عشان فريقي عشان كله. لا وبس كمان لما رحت اول سنه لا هم ما سابونيش بصراحه يعني ما سابونيش خالص. طب مين الروم ميت بتاعتك؟ يعني كل سنه بتختلف عشان لو حد مشي اخر سنه حبيبه حاتم يمكن انتوا قريبين شويه مع بعض السن ولا صح مش كده؟ صح عشان كده بس انت حبيت الموضوع وحابه جدا جدا ونفسي اللي هو اصلا لا الدوري لازم يرجع هو مش اوبشن لازم ان هو اخذنا سنه. اكتر ماتش السنه اللي فاتت انت كنت شوف بقى هي مستنيه السؤال قوي. اقول الماتش ماتش الكاس عشان رضوى هي اللي كسبت كان اون فاير. طبعا كلنا كان لينا دور بس بجد في الكريتيكال رضوى كانت اطلعي مع جنة بعد كده في التلفزيون. انا كده انا مش هطلع غير مع جنة والله مش هطلع غير مع جنة والله بالحقيقه بجد كورتين كريتيكال من غيرهم كان ايه رايك بقى الصراحه الماتش ده بالنسبه لي لا انا اصلا انا ما اعرفش انا نزلت ما كانش في اي حاجه في دماغي خالص نزلت كنا خسرانين نزلت بقى انا نازله دافع نزلت دفعت ما حدش هيخش ما انا لازم نكسب الماتش ده. هو كان ماتش على الجاردات ولا على البوينت جارد انت في العادي كنا ساعتها واقفين زون يعني قلبنا زون فمش اي حد كان الاثنين كانت المحترفه وكانت اسرار متهيألي ما حدش هيخش هو خلاص انا الماتش ده لازم اكسبه بس يلا يا جماعه خلاص الماتش ده على رقبتنا. هو كان ماتش واحد ما فيش يعني ما لهوش يعني مش زي الفاينل 5 فلا ما بس فنزلت يلا يا رضوى مش في دماغي بقى اي حاجه وكنت اللي هو انا قاعده بشجع من بره وكنت نازله في الثالث يلا دفعت باسكت في الثاني في 3 بوينت في فاست بريك يلا يا جماعه احنا عملنا كومباك خلصنا فاضل 4 دقائق كابتن غيرني سوريا انزلي ما حدش يشوف نزلنا لا وسوريا كمان في الاول قالت يعني كوتش كان هينزلها قبليها كابتن رضوى سيبها ما تطلعهاش لا قالت له سيبها بس الدقيقه دي كابتن سيبها خلاص الدقيقه دي حاطط باسكت كان والله. كان هيغيرها كذا مره قالت له كابتن هي ماشيه خلاص سيبها هي بتدافع وهي بتجيب وتجري واحنا لا بس فلحد لعبت بقى لحد الرابع يعني لعبت من الرابع كله كان فاضل خلاص 3 دقائق او حاجه ف خلاص كنت ابتديت بقى اخد نفسي كابتن طلع يلا سوريا 4 دقايق موتي نفسك مش هنخسر الجيم لا كان ماتش حلو قوي بس فلا انا زي ده صراحه ماتش. طب انت يا جنى اكتر ماتش انت بالنسبه لك الماتش بالنسبه لي السنه اللي فاتت مش عارفه يعني انا اقول لك شيء اجاوب بقى انا جاوب وبعد كده اسالوني فهي تجاوب. طيب انا اقول لك لا ماتش بطوله القاهره ايوه انت نزلتي عملتي شغل جامد قوي كان مع الجزيره انا جيت بعديه كمان صح جيتي بعديه صح انا فاكر الماتش ده انت بعد الماتش
الماتش ده عملت شغل كويس جدا حتى في ريباوند وفي الفاست بريك وقفلت عليه. لا لما تقول لها انزل دفعي بتضايق. لا ما جنى عايزين كذا وكذا خلاص جنى نازله تعمل كذا وكذا وبتنجز ذاتها جامد جدا جدا خلاص جنى احنا محتاجين تدافعي ما بنت ما تجيبش باسكت خلاص جنى هتعمل كده. لا وانت كنت بتدافعي على رضوى سالم فاكر صح؟ شفتي بقى ما انا صاحبتي يعني بس فريند عادي مفيش كلام ده هرورو سوري في الملعب ما نعرفش حد هرورو صحيح تيشيرت انا لبست تيشيرت احنا بره الملعب خلاص براحتي انا واصحابي بالظبط انا لبست تيشيرت شورت حاج بس بتحول وبعدين في المنتخب ما احنا هو مع بعض برضه لبسنا تيشيرت منتخب مصر احنا كنا مع بعض ولا ليبل اي نادي ولا الملعب دلوقتي لمصر مصر الدنيا بتتغير خالص وده الصح في النادي الاهلي طبعا يعني احنا شفنا مؤمن طارق خالد بيخسر بابا النهارده عادي لا بابا بس بابا حلو على قلبه ده اللي خسرني ابني مفيش مشكله يعني انت مالك ازاي بس هو ده اللي اتعمل لنا في النادي الاهلي يعني مفيش حاجه اسمها انا بنزل بلبس التيشيرت بفصل عن ما اعرفش اي حاجه ثانيه بفصل عن طب انت شايف السنه الجايه ازاي جنى يعني شايف السنه الجايه ازاي ان شاء الله ان شاء الله احنا السنه اللي فاتت خسرنا الدوري بعد خامس ماتش فاحنا السنه دي مش هنخسر ولا ماتش ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني مش بطوله ان شاء الله ان شاء الله ولا ماتش هنفرح الجمهور مش هنخليهم يحسوا ان احنا مقصرين في اي حاجه ولا اي حد فينا عينكم على الفرقه الثانيه عامله ايه سبورتنج لسه جامده زي ما هي طبعا طبعا وهم جايبين بس حد كله بدا يدعم يدعم جايبين محترفين كويسين قوي انا سامع ان مصر التامين برضو دعم جامد يعني واخدين ناس كتير قوي حتى كانت من فرقتنا اهلي وهيرلس برضو كويسين والجزيره فكل دلوقتي بدا يجيب محترفين يعني الموسم اللي جاي اصعب طبعا كتير تقريبا من كتير. اصعب يعني الموسم اللي فات كان من اصعب الموسمات لا هو اللي جاي اصعب كتير الليفل المحترفين بيعلى كل شويه بقى ليفل وحش ولاد وبنات لا بجد قوي ولاد وبنات ليفل كل شويه بيعلى ده كايلا كايلا بتحط ايه الماتش السنه اللي فاتت حاجه 50 نقطه كايلا ده كايلا في الدوري الام بي اي في حاجه كايلا ما ينفعش تلعب في الدوري المصري ايوه كايلا لو لعبت في الدوري المصري احنا خلاص انا كنت عايز اقول لحضرتك انت يعني متاكده انت حضرتك متاكده ان علامك هي لما جت انا قلت ان مش هتبقى يعني بالمستوى الكبير يعني لا هي بس انا شفتها قلت ايه ده يا جماعه هو في ايه مع ان معناها بره يعني احنا هي بره مثلا السكور بتاعها من 10 ل 15 هنا طبعا من 15 ل 16 يعني لا فيزيكلي لا لا حاجه هي فيزيكلي اللي معليها قوي عنها قوي فيزيكلي قوي قوي يعني ما شاء الله ليفل ثاني قوي منتاليتي ثانيه خالص 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 كل حاجه هي اصلا منتاليتي ثانيه متابعينها في الدبليو ام بي ولا مش بتبعت لكم مثلا على الجروبات تبع لكم حاجه لا بنكلمها بنكلمها يعني حتى ساعات الفاينل بتاع الماتشات كانت بتكلمنا وتتفرج علينا وتكلمنا علينا مبسوطه بتجربتها في مصر قوي يعني هي حبتنا كمان مش عارفه ممكن تجربها تانية لا بس هي هتيجي يعني كده هتيجي مصر تاني حبه قوي يعني هي حست ان احنا ورق قوي معاها يعني بتشرب لنا دي اكيد شربت خلاص طالما شربت مننا لا عملنا كل حاجه شربناها اكلناها ما احنا خدنا النادي الاهلي معلش يعني والنادي الاهلي طبعا ده شربت مننا ولعبت في الاهلي بالظبط يعني مش عايز حاجه لا وشفت الجمهور كانت بتقعد تقول لي انا وانا ماشيه بيقولوا لي ان هم عارفينها فاللي هي مبسوطه قوي ايوه تلعبي في النادي الاهلي هي كانت جميله طيب يعني انت ان شاء الله شايفه الموسم اللي جاي اصعب بس احنا قادرين على ان احنا ننافس وننافس بقوه ان شاء الله باذن الله وشايفين طيب يعني الحمد لله ما عندناش اصابات الدنيا كويسه يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان شاء الله نتجمع بقى على اول 10 كده بقى عشان جايبين كمان صفقات جديده والمراجعه لوكس فالدنيا مختلفه السنه دي انا مش عايز اقول لكم اتبسطت جدا بالحلقه دي ونورتوني شرفتوني والله احنا كمان جدا الوقت عدى بسرعه انا حاسس ان احنا كنا يعني بنتكلم يعني ايه على ترابيزه في النادي يعني مش في قناه النادي الاهلي خالص انا نسيت ان احنا على والله رضوى محمد بشكرك شكرا جزيلا نورتيني وشرفتيني واتمنى لك كل التوفيق بجد ربنا يخليك شكرا ان شاء الله جنى مصطفى نورتيني وشرفتيني وكنت سعيد وانت بتهزري مع الصحفيين والمصورين والدنيا هنا نورتيني وشرفتيني اعزائي المشاهدين ده كان لقائنا مع نجمات كره السله في النادي الاهلي عندنا المزيد والمزيد في برنامج الابطال تابعونا وشكرا على حسن